السلام عليكم. نتوما في التوتوريال 11 ديال سي اس اس. فالتوتوريال ان شاء الله كما قلت في اللي سابق غادي نهضر شويه على لي ليست، كيفاش ندير نابليكيو لهم لي ستيل. اول حاجه غادي نكري واحد ليست، مثلا هنايا غنكري ليست، ها هي ان اوردر ليست. غادي يكونوا فيها تروا ديال لي ليست ايتم. غادي نجيو لي سي اس اس وغادي نكتبو مثلا ان اوردرد ليست، وغنفتحو المعقوفات. من بين الحوايج اللي يمكننا، اول حاجه نشوفو لا ليست قبل ما نغيرو اي حاجه. نشوفو لا ليست كي دايره، كما تلاحظوا هي ليست عاديه، فيها هنايا هاد الدوائر زعما لان ما مرقماش في هذوك الدوائر. من الاشياء اللي يمكننا نغيرو هما هذوك الدوائر. الدوائر مثلا ما بغيناهمش ان اوردر ليست، غادي نديرو ليست ستايل، وغنديرو تايب. كاينين بزاف ديال لي تيب كاينين ديجا في سميتو في الاش تي ام ال. انا تنعرف منهم شي ثلاثه تقريبا، ثلاثه سكوير. غنشوفو، غتلاحظ ان هادو تحولوا لمربعات، هاد الدوائر تحولوا لمربعات. مثلا نفرق سيركل بحال هكا، كما تلاحظوا هما تحولوا لدي سيركل. وكاينين بزاف كاينين بزاف، المهم الا بغيتو تقلبوا عليهم في جوجل غادي تلقاو بزاف. الحاجه اللي زوينه في هادو هو اننا يمكن نابليكيو لهم حوايج اخرين، مثلا دي زيماج دي زيكون نديرهم حداهم، ولا نديرو كاع نون ما يكونش كاع داك الزواق كما تلاحظوا هنايا. كما قلت قبيل يمكننا نديرو فيهم دي زيماج. غنجيو بلاصه تايب غنديرو ايماج، وغنختارو شي ايماج من دوك اللي عندنا في سميتو. انا ديجا تيليشارجيت وحده من الانترنت، هذه ها تيليشارجيتها. قلبوا على زيكون في جوجل راه تلقاو بزاف. اذا غنحطها في نفس الدوسي مع ديال لي باج ديالي، وغادي نجي وغندير ايماج، وغندير هنا يو ار ال، وغادي نفتح اقواس وندير السميه ديالها 006.gif. غنأورجيستري وغنجي نشوف. غنشوف هكا كيما تلاحظو تبدلو لي زيكون، ولاو هنايا بلاصة دوك النقاط الكحلين، ولا التصويرة حنا اللي درناها. يمكننا نديرو بزاف بهاد سميتو، لنفرض حنا مبغيناش يكون زواق قاع. غنديرو تايب نون، غنديرو لهم لي بوردر، غنديرو دو بيكسل سوليد، مثلا بلاك. نجي نشوفو، مثلا انا بغيت هاد الليست هادي ما تكونش هنايا، مثلا حيت ليها دوك لي زيكون، بغيتها انا ترجع لها الجي، لانه باغ ديفو تيكون البادين ديال هاد ديال هاد سميتو بادين على اليسار، تيكون بار ديفو لي ليست، كاع لي ليست يكون فيهم بار ديفو. اذا الا بغيت نحيدو غادي نكتب بادين، غادي نديرو صفر. نشوفو كما تلاحظوا هو تحيد البادين من حدا، لانه اصلا تيكون ديك تقريبا 25 بيكسل ولا ديال بادين بار ديفو. تن كان هذا توتوريال على لي ليست، كيفاش نديرو لهم دي زيماج وكيفاش نلعبو بهم شويه. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي دي كومونتير. نشوفكم في توتوريال اخر ان شاء الله.